بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الكورس الثاني تبدأ من هذه المادة، من حيث انتهينا في مادة الكورس الأول. تكمل نكمل يعني Transient Response Specifications راح تكون هي مادة الكورس الثاني بدايتها. تكلمنا عنها بالمحاضرة السابقة أنه هنالك خصائص الفترة الانتقالية أو الفترة العابرة. أغلب منظوماتنا هي منظومات تكون في حالة الأندر دامت، الفترة الانتقالية أو العابرة تكون أندر دامت. أغلب المنظومات تعاني من تذبذب واستقرار، ولكن ماذا يميز وما الذي يميز هذه الفترة الانتقالية وهي الفترة من بعد حدوث الاضطراب، لحظة حدوث الاضطراب أو المؤثر الخارجي أو السوق الخارجي إلى الاستقرار، استقرار المنظومة، استقرار الداينامكس المنظومة. مجموعة خصائص تكلمنا عليها بالمحاضرة السابقة، من عندها الديلي تايم. لاحظ هذا الديلي تايم وهو الزمن اللازم للوصول إلى 50% من القيمة النهائية. القيمة النهائية واحد، 50% من عندها نص، 0.5. نسقط البوينت 5 خط مستقيم أفقي على المنحني، خط عمودي على الزمن، راح يكون عندنا ما يسمى بالديلي تايم تي دي. رايز تايم هو الزمن اللازم للوصول الى 100%، اول وصول للمية بالمية، المية بالمية واحد، هذا اول وصول. خط مستقيم يقطع المنحني وخط عمودي على الزمن، هذا يسمى بالتي ار او رايز تايم. لاحظ هنالك زمن يحدث تحدث عنده أول قمة، أول قمة، هذا الزمن اللي تحدث عن عنده أول قمة يسمى بالبيك تايم. لاحظ هذا الزمن تحدث عنده، هذه أول قمة حدثت عند زمن معين، أول قمة تحدث بالتذبذب عند الزمن تي اي، هذا يسمى الزمن المقابل لهذه القمة بالبيك تايم، زمن الذروة أو زمن القمة. أيضا تعريف آخر ما يسمى بالماكسيمم أوفرشوت، أقصى قمة أو تجاوز الهدف. إحنا عندنا تجاوزات للهدف هنا في هذا الرسم، الهدف هو 100% أو واحد، الهدف هو الواحد بالأوتبوت. أقصى تجاوز للهدف وين؟ هذا تجاوز للهدف، هذا أيضا تجاوز الهدف، هذا أقل، هذا التجاوز الهدف، هذا تجاوز الهدف، ولكن هذا التجاوز الأول، إذن هي أول قمة. الفرق ما بين القمة والواحد الهدف، يعني هذا الـ MP أو القيمة السي هنا، هنا السي قيمتها كم؟ C of TP، لأن هنا الزمن TP، فإذا الـ output C of TP ناقصا واحد هي الـ MP، هاي هي الـ MP، هذه المسافة أو القمة أو القيمة الفولتية من الواحد إلى القمة، هي هاي الـ MP. إذا أرادها بالمية فنقسمها على الواحد على C of infinity، لأن C of infinity ما هو الاوتبوت او كمية الاوتبوت عند الانفينيتي، سي اوف انفينيتي وهي الواحد، يعني سي اوف تي بي ناقص سي اوف انفينيتي هي الام بي. اذا نسبة مئوية لازم نقسمها على جنسها، نفس الشيء على نفس القيمة ونفس الوحدات، في سي اوف انفينيتي ايضا الواحد، هنا واحد، في هذا المثال واحد، ممكن تكون غير الواحد، ممكن يكون الهدف غير الواحد، بس احنا نقول السي عند الانفينيتي هو الواحد لان السيستم يستقر، فصير هاي الماكسيمم اوفرشوت. ماكسيمم اوفرشوت ممكن تكون بيرسنت وممكن تكون بدون بيرسنت، اذا بيرسنت لازم بدون وحدات نضربها في 100، واذا مو بيرسنت لا بوحدات وبدون 100 ما نضربها في 100. عندنا زمن اخر مهم وهو يسمى بزمن التوطيد او التوطين، سيتلينج تايم. شنو زمن التوطيد؟ هذا التذبذب تجاوز الهدف
وعاد إلى الهدف وصار أقل من الهدف، ورجع أيضا تجاوز الهدف، ورجع قل عن الهدف، ورجع تجاوز الهدف. هذا التذبذب شنو مستقبله؟ داي، مستقبله يموت التذبذب. في أي لحظة زمنية ممكن نعتبره مات؟ في أي لحظة زمنية ممكن نعتبره مات؟ في أي زمن ممكن نعتبر أنه هذا التذبذب قريب أن يموت؟ هذا الزمن نسميه زمن التوطيد. نرسم شريط أفقي، هذا الشريط عبارة عن المستطيل، هذا الشريط جاي نرسم شريط، لاحظ هذا الشريط، هذا رسمناه. شنو أبعاد هذا المستطيل اللي رسمناه؟ زائد 5% من القيمة النهائية ناقص 5% من القيمة النهائية، هاي قاعدة. زائد 2% من القيمة النهائية ناقص 2% من القيمة النهائية، هاي قاعدة، هاي أبعاد الشريط. زائد ناقص القيمة النهائية بنسبة مئوية. الزمن اللي يدخل به التذبذب داخل الشريط ولا يخرج، لاحظ هسه هذا، نعيد رسم الشريط، راح نبدي منه. هذا هو الشريط، لاحظ هذا الشريط، التذبذب الآن داخل الشريط ولا يخرج منه. إذا هذا هو الزمن البدء، هذا الزمن يسمى بالستلينج تايم، اللي بدا به التذبذب، دخل داخل الشريط وما خرج عنه، بينما هنا خارج الشريط، هنا خارج الشريط. ايش قد ابعاد الشريط؟ حسب القاعده، قاعده ام 5% وقاعده ام 2%. هاي هي استنتاج خصائص لترانزيت من الرسم، يعني احنا نقدر نستنتج هذا الخصائص سبيسيفيكيشن من الرسم. واحد يجي رسم والرسم واضح المعالم ومرسوم بسكيل واضح المعالم، يمكن من عنده نستنتج هذه القيم، بالمسطرة والقلم نقيس ونستنتج هذه الخصائص. وممكن أن نذهب إلى حساب هذه الخصائص، ممكن أن نذهب بالنسبة إلى قياس حساب هذه السبيسيفيكيشن، ولكن من خلال الماثماتكس او من خلال المعادلات. هذه اشتقاقات انت عليك ان تراجعها، احنا نشرح القانون، عليك ان تراجع الاشتقاقات. ماذا يمثل الرايس تايم؟ الرايس تايم تي ار، الرايس تايم تي ار هو باي ناقصا فاي، رايس تايم تي ار هو باي ناقصا فاي. فاي ماذا تمثل؟ هذه المعادلة، هذه القيمة تسمى فاي، هذه القيمة احفظها، هذه فاي أو بيتا، هذه تسمى فاي، هذه القيمة تسمى فاي. صحح هذه التي ار، تكتب تي ار هنا، تكتب تي ار تساوي باي ناقصا فاي، هذه فاي، باي ناقصا فاي تقسيم اوميجا دي. اكتب يمك تي ار تساوي باي ناقصا فاي، هذه فاي، تقسيم اوميجا دي، هذه اوميجا دي، هذه هي الرايس تايم، هذا الرايس تايم. هسه نرجع الى ماذا تمثل فاي. حضرات السابقه فاي موجوده، شوف فاي بالمثال القادم او الصفحات القادمه نشرح فاي. المهم فاي هي تان انفيرس ناقص جذر، واحد ناقص زيتا تربيع على زيتا، هذه فاي، هذه فاي نطرحها من باي، تقسيم اوميجا دي هي الرايس تايم. هسه اذا نجي البيك تايم، البيك تايم هو قمه، وعند القمه تكون ميل المنحني يساوي صفر. إذا اشتقوا المنحني وعوضوا بالتي بي فطلعت التي بي، التي بي هي باي تقسيم اوميجا دي، بينما الرايس تايم كان باي ناقص فاي. هنا التي بي باي ناقصا باي ناقص صفر على اوميجا دي، هاي التي بي حسبنا التي بي.
هسه شنو بقى عندنا؟ الام بي، الام بي هي اي تو ذا ناقص زيتا على تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع في باي، هاي الام بي اكسبونينشال زيتا على تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع باي، هاي الام بي، هاي الام بي. اذا اردناها بيرسنت نضربها بالمية، بالمية اذا بيرسنت، اذا ماكسيمم بيرسنت يقول يعني بالمية، واذا بس اوفر شوت، اذا ماكسيمم بيرسنت اوفر شوت بالمية، بس اذا يقول بس ماكسيمم اوفر شوت لا بدون بالمية. هسه حسبنا تي ار تي بي وام بي. هسه نجي الى نريد نحسب السيتلينج تايم. السيتلينج تايم عندنا قاعدتين، لو 5% لو 2%، 4 تاو، تاو 4 على زيتا اوميجا ان، تردد الطبيعي اوميجا ان مال المنظومه وزيتا الدايناميك ريشيو، واذا 5% 3 على زيتا اوميجا ان. هذول نحفظهم قواعد حساب ولكن مو من خلال الرسم، اذا ما عندنا رسم نحسبهم حساب من خلال القوانين، هاي هي سبيسيفيكيشن. مثال هذا المثال سيستم سكند اوردر، شلون عرفنا سكند اوردر؟ لان هاي الداله الانتقاليه بالاوبن لوب هي سكند اوردر، لان بالمقام اس في اس اس تربيع، ولكن هذه الصيغه هاي الاوبن لوب، احنا نحتاج نسوي داله انتقاليه كلوز لوب حتى نقارن الصيغه القياسيه، وبعدها نشوف شنو رايد من عندنا. هو رايد منطينا زيتا، منطينا اوميجا ان، هو هذا هي الداله الانتقاليه، شنو زيتا واوميجا ان والباقي اس، اس التردد المركب. اذا انتهت معلومه الداله الانتقاليه، اريد تحسب تي بي وام بي وتي اس، اريدهم تحسبهم هنا. طبعا هنا اجي ما هذا قلنا لكم بيتا او فاي ماذا تعني؟ نحتاج نحسب اوميجا دي. اوميجا دي هي اوميجا ان في تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع، محاضره سابقه. سيجما ايضا هذا زيتا في اوميجا ان تساوي سيجما، وهي القيمه الحقيقيه للجذر، الجذر المركب. باعتبار زيتا اقل من واحد فان الجذر مركب، وبما انه الجذر مركب فبه جزء حقيقي وخيالي. جزءه الحقيقي سيجما وجزءه الخيالي جي اوميجا، فاذا سيجما هي زيتا اوميجا ان. لاحظ هذا الرسم اللي قبل شويه تحدثت عنه، فاي، حساب فاي، ماذا تمثل فاي؟ انا مسميها بيتا، فاي اور بيتا ماكو مشكله، بيتا. انا عندي هذا الجذر المركب، شلون عرفته هنا هذا الجذر المركب؟ حتى ارسم جذر مركب بالمستوى المركب، هذا المستوى المركب، لان سيجما جي اوميجا هذا يسمى بالاس بلين، مستوى المركب. انا عندي اوميجا ان، لان هو الجذر المركب شي مثل احنا اخذناه ناقصا زيتا اوميجا ان زائدا جي اوميجا دي، هذا هو الجذر المركب اخذناه بالسابق بالمحاضرات السابقه. يعني جزء الخيالي شنو هو جي اوميجا دي او اوميجا دي؟ واوميجا دي ايضا حسبناه وسميناه هو التردد الطبيعي المخمد زيتا اوميجا ناحد ناقص زيتا تربيع اوميجا ان. اذا هذا هو البعد عن الصفر باتجاه العمودي اللي هو الجزء الخيالي، والجزء الحقيقي سيجما زيتا اوميجا ان. هذا عندنا ضلعين في مثلث نقدر نرسم الجذر المركب، هذا الجذر اللي هنا، هذا هو الكوانتر بارت مالته او الكومبلكس كونجيجيت مالته، كومبلكس او الكونجيجيت مالته. زين، ماذا تمثل الزاوية بيتا او فاي اللي هي تان انفيرس ناقص زيتا جذر واحد ناقص زيتا تربيع على زيتا؟ ماذا تمثل هذه الزاوية؟ تمثل الزاوية بين الأفق أو بين الجزء الحقيقي السالب والوتر. هذا الوتر، الوتر هو ماذا يمثل؟ بعد الجذر عن الأوريجن. إذا أنا عندي أسلو هاي الجذر، الوتر شي يمثل؟ العمود هذا تربيع على
المقابل تربيع زائد المجاور تربيع، يطلع اوميجا ان الوتر. اذا هو الزاويه بين الوتر والجزء الحقيقي السالب، ولكن من جهه السالب. هاي هي بيتا، هاي بيتا اللي هي فاي تان انفيرسا. طبعا هنا حسب تي ار، هنا الحسابات غير دقيقه، عليك ان تعيدها. شلون غير دقيقه؟ باي لا تعوض عنها ب 3.14، لان باي استدعيها من الحاسبه من الكالكوليتر، لان هذا التعويض ناقص او بي تقريب، وهذا التقريب يتدور ويطلع خطا مدور عندنا ويكبر الخطا. فباي تستدعيها من الحاسبه، وبيتا منين تحسبها؟ تحسبها حسب الرسم او حسب المعادلات اللي اخذناها، فتطلع عندك الرايز تايم. زين البيك تايم باي على اوميجا دي، عندنا قلنا باي لا تعوض علي بها مثل هنا، هنا أنا اكو تقريب، هذا التقريب اللي مكتوب هنا غير مقبول. انت عليك ان تستدعي باي كباي بالكالكوليتر وتحسب، فراح تطلع عندنا فروقات. كذلك هنا بعد كل الحسابات مالتنا راديان، راديان لا تستدعي بيتا، هاي بيتا راديان وليس ديجري، انتبه الى هذه القضيه، هذه بيتا راديان وليس ديجري. سيتلينج تايم، السيتلينج تايم هي 4 تاو، تاو هي زيتا اوميجا ان اللي هي 1 على سيجما، او تاو هي 1 على زيتا اوميجا ان. هاي هي حسابات السيتلينج تايم. وين السيتلينج تايم؟ قبل شويه حسبناها، هذه السيتلينج تايم، هاي السيتلينج تايم. زيتا اوميجا ان هو سيجما، لو 4 على سيجما لو 3 على سيجما حسب القاعده. هنا ما محددنا بالمثال شلون اثنيناتهم نحسبهم، ما محددنا بيا قاعده اثنيناتهم نحسبهم. هذا مثال اخر لمنظومه سكند اوردر. شلون عرفنا المنظومه سكند اوردر؟ هنا عندنا هاي منظومه سيرفو سيستم، منظومه حركه، يعني ازاحه زاويه وتعجيل زاوي، هي هاي المنظومه، منظومه حركه هاي سيرفو سيستم. وعندنا هنا لوبين، هنا عندنا تو لوب بالنسبه الى هذه. هذا الفيدباك الداخلي خاص بالسرعه، والفيدباك الخارجي خاص بالازاحه، لان تكامل السرعه واحد على اس. هنا عندنا سرعه، هنا السرعه تكاملها ازاحه، ازاحه زاويه، فعندي سرعه زاويه وازاحه زاويه. اوكي واضح هذا؟ من هذا الفيدباك الداخلي خاص بالسرعه، ولهذا يسمي هذا بالفيلوسيتي فيدباك كونستانت، لان هذا خاص بالسرعه، هذا فيلوسيتي فيدباك كونستانت. هو يريد يحدد كي وكي اتش مجهولات، يعني هنا البارامتر مال السيستم مجهوله، المعلوم بي، البي احنا بالستاندرات مالتنا هو احتكاك، والجي هي انيرشيا، جي كابيتال انيرشيا، هذني بارامترز. بس الكي هو الفورورد جين بالمنظومه، هذا الجي الكي، هذا الفيدباك جين مال السرعه. مطلوب نحسب كي اتش وكي، هو المطلوب. ولكن هاي كي اتش وكي ليش يريد يحسبهم؟ لان يريد يحددهم اللي هم يعني يحققون متطلبات معينه، منطينا المتطلبات. يعني هنا انا قايل ان هاي متطلبات وجدونا الكي والكي اتش اللي يتحققها، معلومه البي ومعلومه الجي. اول خطوه وهي كتابه الداله الانتقاليه الكليه المنظومه، من خلال شنو؟ اختزال المخطط الكتلي. نختزل المخطط الكتلي، عندنا هاي الحلقه، هاي فيدباك داخليه، بعدين ويا هاي كاسكيدد، بعدين تصير عندنا حلقه خارجيه كلها هاي فيدباك، فصار عندنا اختزال مخطط الكتلي سي على ار، هذا كي جي اس تربيع بي زائد كي كي اتش اس زائد كي. لاحظ هذه هسه هذه الداله صيغه قياسيه؟ لا، اذا قرناها بالصيغه القياسيه هذه لا تمثل صيغه قياسيه، فنحتاج نقسم على جي حتى تصبح قياسيه، لان بالصيغه القياسيه هذا الجي واحد، هذا المكان هنا واحد، فقسم على جي.
إذا قسمنا على جي راح تصير عندنا الصيغة القياسية شو تساوي؟ كي على جي هي أوميجا إن. هذه الصيغة القياسية. نرجع للصيغة القياسية. هذه الصيغة القياسية أوميجا إن تربيع على S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا إن S زائد إن أوميجا إن تربيع، نساوي مثلها، نساوي الدالة الانتقالية بهذه الصيغة القياسية. فالأوميجا إن جذر كي على H، والزيتا راح تطلع عندنا B وJ معلومات، اثنين مجاهيل وعندي أنا. شنو المعطيات؟ المعطيات is البوينت 2 الماكسيموم اوفر شوت، يعني الام بي مو البيرسنت ام بي، الام بي بوينت 2 والتي بي 1. التي بي هو باي على اوميجا دي، الام بي هو هذا، لاحظ الام بي هذا الام بي. بس ننتبه انه هاي الكمية راديان شباب، هاي الكمية راديان طلاب، هاي الكمية راديان، والام بي موجودة عندنا ومو بيرسنت، نساويها تطلع زيتا، تطلع زيتا وطلعت اقل من واحد ومقبولة. هذا زيتا مقبولة اقل من واحد، طلعت 0.465556 باي باي تي بي هي باي على اوميجا دي، عندنا تي بي وباي معلومة طلعت اوميجا دي. بس ننتبه هنا التعويض بتقريب والتقريب غير مقبول، استدعي باي واكتب اربع مراتب وراء الفاصلة. زيتا واوميجا ان اوميجا دي معلومة وزيتا معلومة، اوميجا دي في واحد تحت جذر واحد ناقص زيتا تربيع هي اوميجا دي، فطلعت زي اوميجا ان. طبعا هنا ما موجودة الوحدات، ايضا عليك تكتب وحدات. الكي ايضا نقارنها بالصيغه القياسيه، تطلع كي على اتش جي تحت الجذر اوميجا ان، عندنا اوميجا ان وعندنا جي، تطلع كي. كي وحداتها نيوتن متر، كي وحداتها نيوتن متر، وتطلع عندنا كي اتش ايضا وحداتها سكند. الرايز تايم هسه نجي شنو يريد بالمعطيات بعد، يقول استخدم with the values of k and kh. هسه استخدم هاي طلعتهم القيم بحساب rise time و settling time، يعني مطلع k هسه يجي يحسب rise time باي ناقص بيتا على اوميجا دي، بيتا نحسبها عندنا قانونها، هاي وحداتها radian، اذا هذا rise time. settling time صيغتين قياسية 2% و 5%.